باسم الله وباسم الشعب تعلن الجماهير العراقية رفضها القاطع لأي رئيس وزراء من اختيار الأحزاب السياسية كون توافقاتها ومحاصصتها واختياريتها لم تجلب لهذا البلاد سوى الدمار والفوضى والعبث بمقدرات الوطن وأمنه. ونعلم أن البلاد لم تخلو بعد من أبنائها أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة المتواجدة في كل ساحات التحرير، ونحذر من التجاوز على رغبات الشعب، وسنرد بالتصعيد في حال حدوث ذلك. حمى الله العراق وشعبه، ومن الله التوفيق.